رياد من بلادي وحلقة خاصة بمناسبة 2015 مع خبير المبيعات والمدرب المحترف الدولي علي دياب. الجزء الأول. بسم الله الرحمن الرحيم وأهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامجكم ريادي من بلادي. هذا البرنامج اللي بيكبر دائما بدعمكم المستمر وباستماعكم إلنا وبمشاركاتكم الرائعة واللي نعمل بالأساس عشانكم وعشان تستفيدوا منه في رحلتكم الريادية وفي تحقيق أفضل نجاح تقدروا توصلوا له في حياتكم. وبسعدني اليوم وأنا جدا فخور أنه أخبركم أنه برنامجنا ريادي من بلادي الأسبوع الماضي حقق مراتب عالمية متقدمة على ترتيب الآيتيونز بشركة أبل وأخذنا مركز 22 على مستوى العالم في البزنس بودكاست بشكل عام والأول عربيا وفي عنا واحدة من الحلقات مع المتميز محمد الخواجة أخذت المرتبة رقم 6 من ناحية الاستماع في آيتيونز في البزنس بودكاست وهذا الشيء مصدر فخر إلنا وأنا سعيد جدا بمشاركتكم معنا دائما ورح نكون دائما على تواصل معكم ونقدم لكم كل جديد وندور على أفضل الضيوف وعلى أفضل الرياديين اللي بنقدر نستفيد منهم في رحلتنا ونتعلم منهم أشياء لا يمكن بيوم من الأيام أنه نتعلمها من الكتب. وزي ما بتعرفوا احنا قربنا على السنة الجديدة وكل عام وانتم بألف خير وعشان هيك عشان السنة الجديدة دائما تعطينا دفعة للأمام وبتحفزنا للعمل وللانطلاق ولتحديد الأهداف معانا اليوم ضيف متميز واستضافة خاصة جدا لمدرب رائع من مدربي التنمية البشرية في الوطن العربي هو الأستاذ علي ذياب. سيد علي يعطيك العافية. أهلا وسهلا. طبعا نشكرك على استضافتك لنا في بيتك اليوم وسعيدين جدا أن نكون معك. سعيد بوجودك. أهلا وسهلا أخ سعد. الله يسلمك يا رب. أصدقائي سيد علي ذياب هو مدرب محترف ومستشار في مجال المبيعات له خبرة واسعة وثرية لمدة بتزيد عن 19 سنة من العمل المستمر وتطوير الذات في هذا المجال. في تعامله مع عملائه في مجال التدريب السيد علي بسعى دائما أنه يكتشف أهدافهم الشخصية والمهنية ويساعدهم على بناء خطة شخصية خاصة فيهم محورها نقاط القوة والفرص المتاحة. خلال مسيرته المهنية ساعد عدد كبير من الشركات والمؤسسات الهامة عربيا وعالميا في قطاعات مختلفة على زيادة الربحية وتطوير مهارات الموظفين والارتقاء بأعمالهم إلى مستوى جديد واستطاع بجهده ومثابرته أنه يصنع لنفسه مكانة مرموقة في عالم التدريب والمبيعات وكون صداقات متينة مع عمالقة التدريب العالميين أمثال توني بوزان، برايان تريسي، بول برايدل، فيكتور أنتونيو وغيرهم. إضافة إلى ذلك فهو له تجربة غنية في عالم ريادة الأعمال وقام بتأسيس عدة شركات ومشاريع داخل الأردن وخارجه. السيد علي من مواليد مدينة الشوبك الأردنية عام 1973 وهو مثال رائع لريادي أصيل من بلادي بنعتز أنه يكون ضيفنا لليوم وبسعدنا أنه يكون معنا في مقابلة خاصة جدا بمناسبة السنة الجديدة وأكيد إحنا هدفنا بهالبرنامج أنه عشيرة الرياديين تكبر وتزيد وكلنا نصير رياديين ودائما نحاول نطور أنفسنا ونضيف قيمة وقيمة مضافة وفائدة لمجتمعنا. وأصدقائي في عشيرة الرياديين السيد علي إحنا بنعتبره شيخ من الشيوخ عشيرة الرياديين وبنعتز أنه اليوم بنقعد معه باستضافته حتى نتعلم منه ونستفيد من خبرته ونتعلم كيف نخطط لحياتنا ونخلي سنة 2015 أفضل سنة مرت علينا في حياتنا إن شاء الله وتكون بداية لتقدم ولنجاح كبير في مسيرتنا المهنية والشخصية. سيد علي أهلا وسهلا فيك وأنا أعطيت مقدمة كثير صغيرة عنك ما شاء الله عليك السي في رائعة جدا وخبرتك رائعة ومنعتز فيها وبدي منك الآن تأخذ المايك وتعرفنا أكثر عن حالك وتخبرنا عن شغلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا وسهلا فيكم جميعا أخ سعد والمستمعين الكرام بشرفني وجودك. حقيقة الاسم علي محمد علي ذياب الغنميين من بلدة الشوبك كما تفضلت جنوب الأردن. أنهيت الثانوية العامة من مدرسة الشوبك وأنهيت البكالوريوس من جامعة موتا في الحاسب الآلي ثم أكرم الله بأن حصلت على درجة الماجستير من جامعة آل البيت في الذكاء الاصطناعي. إنسان لدي من الأولاد اثنين وسام وريان وعملت خلال الفترة الماضية خلال 19 عام على بناء سيرة الذاتية بشكل يجعل مني سعيد مما قدمته إلى الآن من فضل الله.
فمرة أخرى برحب فيك وأهلا وسهلا فيك جميعا. أهلا فيك، وأنا سعيد جدا أن نحن اليوم في بيتك وأصدقائنا عشرة الرياديين على وشك أنهم يدخلوا معنا رحلة رائعة من التميز والإبداع. أكيد بدهم فترة طويلة، يعني إذا بدهم يستفيدوا ويحصلوا هاي المعلومات عن طريق القراءة من الكتب بدهم سنين طويلة حتى يوصلوا للشيء اللي وصل له السيد علي، وهذا اللي بدنا اليوم. إحنا يعني حلقتنا مدتها ساعة ممكن، ولكن تكون ساعة مركزة جدا من الإبداع ومن التحفيز والنشاط إن شاء الله. أهلا وسهلا إن شاء الله. طيب سيد علي، خلينا نبلش بحكمة أو مقولة بتحبها. يعني تعرف إحنا ربينا وأنت ابن الشوبك دائما ربينا على القصص وعلى الأمثال وعلى لمات الجدودنا وأبهاتنا الكبار اللي دائما يعني حكمتهم ونظرتهم للحياة رائعة، فأكيد إحنا متأثر بهاي الأمور، وهاي البيئة دائما بنحملها معانا لما نكبر، ولا يمكن أنه ننسى قعدات الطفولة وننسى لمات العيلة. فبدنا منك تحكي لنا حكمة أو مثل أثر في مسيرتك وبتعتبر أنه ساعدك على النجاح في حياتك. أحسنت. زي ما تفضلت أخسائد، طبعا كل شخص لقيته أو تعرفت عليه هو كان له جزء من هذه الصناعة الذاتية، وبداية من جدتي الله يرحمها وصولا إلى والدي ووالدتي وأخواني جميعا وأصدقائي أيضا، كل شخص كان ناصح حكيم حقيقة. ما يخليني يعني اللي بخليني أتذكر حكمة أمشي فيها بشكل شخصي دائما وساعدتني بشكل كبير جدا هي مقولة للحكيم جون رون: إياك أن تتمنى أن الحياة كانت أسهل، بل اصنع من نفسك إنسان أفضل يستطيع التغلب على صعوبات هذه الحياة. هذه الحكمة دائما تراودني في رأسي، مهما قابلني من صعوبات فيجب أن أعمل على التطوير ذاتي لكي يقاوم بنجاح. يعني رائع جدا، وأكيد جيم رون هو واحد من عمالقة التنمية البشرية في القرن اللي مضى، وجيم رون توفى ب 2009 وإحنا ذكرناه بأكثر من حلقة من حلقات ريادي من بلادي واستعنا بأكثر من مقولة. وأنا هنا دائما تحضرني مقولة لجيم رون اللي حكى فيها سيد علي: Work harder on yourself than you work hard on your job. فأنت دائما تشتغل بشكل كبير على حالك وتطور مهاراتك وتطور إمكانياتك أكثر ما بتشتغل على وظيفتك، لأنه بالنهاية كل ما أنت بتطور من نفسك وظيفتك رح تأديها بشكل أفضل ورح ترتقي على مراتب السلم الوظيفي. وحتى لو كنت ريادي يعني، وهذا أملنا فيكم جميعا أنكم رياديين، الريادي دائما في كل مكان، هو سواء إذا كان موظف فهو ريادي عنده دائما روح المبادرة والتحسين والتطوير، أو صاحب شركة، أو حتى أب في البيت أو أم، دائما بتعامل بطريقة ريادية بطريقة فيها حب العطاء وحب التطوير. سيد علي، وقصتك أكيد رائعة جدا، وبتعرف كل إنسان ناجح مر بلحظات تحدي وإحباط، لحظات ما مشت معه زي ما بيحكوا السفينة بالاتجاه اللي هو بده إياه، لحظات فيها من التعب، لحظات ألم ممكن، وهي اللحظات لما نتغلب عليها ونتعلم منها أكيد إحنا منسرع من عملية نجاحنا. وبدنا منك تشارك معنا واحدة من هاللحظات اللي مريت فيها وتخبرنا شوية تفاصيل عنها وتحكي لنا كيف تعلمت منها وكيف قدرت تحول المحنة لمنحة. عادة الإحباط في ثنايا تحدي، وأول خسارة إلي في البزنس، كان أول بزنس عملته كان خسارة مذهلة، خسرت كل مالي وما أملك. واو. وحقيقة أنا استوقفني الفشل، لأنه الفشل عادة يأتي بجرعة دسمة من الألم، يعني ألم مالية، ألم عاطفي، ألم مش مجتمعي، ألم مستقبلي، وين بدي أروح، إيش بدي أعمل. لكن اللي استوقفني أنه في ثناياه تجويف عظيم يؤدي من الإنسان للرجوع إلى لحظة الصفر، بفكر يعني شو اللي صار معه بالضبط، شو اللي خلاه يخسر، يدخل الإنسان في هذا الحيز الفراغي، بعدين بقوقع على ذاته، بعدين يلجأ إلى الدماغ، بعض الأحيان يلجأ إلى العديد من التركات أو الحيل، لوم الآخرين ووضع شماعات لسبب الفشل، لا يصدق في البداية، بتعرف النفس اللي تأخذه بالعزة لا يصدق أنه هو سبب الفشل، ثم تتمالك النفس اللوامة بأنه هو سبب الفشل، وهذا حقيقة مرض ثاني، حتى يستطيع أنه يشوف اللحظة التحدي. وإذا ربنا أكرمه وتجاوز هذا الفشل ليعلم أن النجاح الفشل فيه سلم حقيقي، درجة حقيقية، ستيب يعني حقيقية للنجاح الفشل. وفي المعدل العالمي زي ما أنت عارف للرياديين الفشل 3 مرات هو يعني معدل النجاح، الناجحين في العالم فشلوا على الأقل 3 مرات.
الفشل زي ما بيقولوا تسمست للنجاح. احنا بنعرف دائما انه الثالثه ثابته بس هنا بالفشل الرابعه ثابته. احسنت. حتى في المعدل العالمي يقول 5 مرات تخيل يعني ليست هين الموضوع الفشل. الان انا ربنا اكرمني انه يعني تداركت نفسي بسرعه، وانا لما اقول بسرعه بقصد عن 30 يوم تقريبا شهر كامل وانا اعاني في تقوقع على نفسي. يعني الخروج من مرحله الفشل هي خطيره جدا انا برايي، لكن اذا استطعت ان تقاوم كل ما هو حولك من شماعات ومن لوم الاخرين ولوم ذاتك والخروج وان تقف مجددا، يكون هذا كفايه على انك انسان ناجح انا برايي الشخصي. عندها افتح كفيك وقل يا رب وشوف الامور كيف تمشي معك تمام، لانك تجاوزت اعظم يعني منحه او محنه مرت عليك. رائع جدا. يس. واكيد احنا بنعرف دائما وبنسمعها كثير سيد علي انه كل فشل بيحمل بطياته وبين ثناياه فرصه ونجاح جديد ممكن انت لو تستغله، وبجوز لو نسمعها من ناس لو واحد يحكي لك اياها بالشارع انت يعني تقول له مش معقول يعني هالفشل العظيم اللي انا مريت فيه يكون فيه من وراء خير، ولكن لما رب العالمين يحكي لك ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى مرتين، فهنا اكيد احنا بنتوقف عندها وفعلا بنحكي انه دائما الفشل انت بجوز ما تقدر بظروفك اللي بتكون فيها او بفكرك اللي انت بتكون متبنيه بهذيك الفتره، انه ما بتدرك فعلا شو الفائدة العظيمة اللي ممكن تجيك من وراء الفشل. وأكيد دائما سيد علي الفشل بصير تجربة حلوة وبصير تجربة ممتعة لما أنت تنجح، بعد هيك تصير تحكي لأولادك وتخبر أحفادك والناس اللي بتحبهم عن قصتك وأنت كيف فشلت وكيف قدرت تتخطى. هي القصة التي تروى يعني صحيح. رائع جدا. هذه القصة التي تروى اللي هي مراحل خطوات الفشل والنجاح، ثم فشل ثم نجاح ثم سقوط ثم قيام، هذه القصة التي تروى حقيقة. لا يوجد رواية للقصة في عند الوصول يعني، لم قرأت العديد من الكتب لم أجد شخص يعني كتب قصته فوق قمة إيفرست، ماذا فعل فوق القمة. القصة التي تروى هي قصة الصعود على ظهر الجبل حقيقة، وما مر فيه من سقوط وتردد وشك بأنه سوف يصل أو لا. هذه القصة التي تروى يعني في طياتها الكثير من الفشل والنجاح أكيد. يا سلام. ودائما أصدقائي عشيرة الرياديين في كل مكان، خلي هاي يعني دائما تذكروا أنه أنت في مرحلة معينة من مراحل حياتك لما يتقدم فيك العمر راح تكون معك وحدة من شغلتين، يا إما بتكون أنت حققت ما تطمح إله والأحلام اللي حلمت فيها والأهداف اللي حطيتها هاي وحدة، أو اثنين بتكون معك مجموعة من الأعذار والمبررات ليش أنت ما قدرت تحقق أحلامك وتوصل لأهدافك. فإحنا بنتمنى دائما إن شاء الله أنه جميعا تكونوا دائما من الفئة الأولى اللي هم حققوا هاي الأحلام والأهداف والطموحات وبيحكوا بخبروا قصص نجاح وفشل، ودائما إن شاء الله منكون فخورين بنجاحاتنا. وسيد علي زي ما في لحظات فشل، الحياة عملة إلها وجهين، أكيد في لحظات نجاح لحظات فخر وسعادة وتميز كلنا مرينا فيها، يمكن بعض الناس أكثر من آخرين، ولكن أكيد يعني ما بيغني إنه فعلا تجربة النجاح والفخر هي لحظة فارقة بحياة كل ريادي ناجح. بدنا منك تخبرنا شوي عن قصة نجاح سيد علي، عن لحظة فخر شعرت فيها برحلتك الريادية، وشو بتعني لك هاي اللحظة؟ أحسنت. هو حقيقة بوجه نظر ريادي دائم يعني التغيير لديه في حياته شيء أساسي، يعني هو يسعى دائما للتغيير وللأفضل، فلذلك لحظة أن تتوقف وتصدر حكم على أنه ما قمت به هو شيء ناجح هذه في شيء من الصعوبة، لكن يأتيك مؤشرات من الآخرين بأنك قد وصلت إلى مرحلة تعد بالنسبة للكثيرين هي مرحلة نجاح. أنا برأيي الشخصي ما زلت باحث عن النجاح ولم أصل بعد إلى ما يلبي هذا الطموح أو هذا، لأنه كل مرة بيزيد وبيكبر ويحدث فهم جديد. إذا استوقفتني اللحظات اللي فيها فخر حقيقة بعود عادة إلى لقطة وقف فيها توني بوزان، وتوني بوزان يعد أذكى رجل على وجه الأرض ويعد المدرب رقم 1 على مستوى العالم في العقل، ومصنف يعني من المدربين الكبار على وجه الأرض الآن. استوقفتني في أحد اللقطات في أحد
الإيفنتس الكبيرة كان عدد الحضور يقارب حوالي 300 شخص. طلب السيد توني بوزان أن يقف الجميع ويصفق لي على أدائي اللي وصفه في تلك اللحظة بأنه أداء عبقري. ووقوف شخص بالنسبة لي شخص كبير جدا قيمة وقدرة مثل توني بوزان وأن يتقدم بهذه الكلمات دون أي سابق يعني ترتيب من طرفي تفاجأت فيها حقيقة. هذه لغاية إلى الآن كلما مرت بتحدي بسيط برجع بعيد شريط الفيديو وبشوف السيد توني وهو يطلب من الآخرين أن يصفقوا لي بحرارة عنده يملأني الفخر وتملأني الطاقة من جديد. هو أصبح شاحن بالنسبة لي يعني صراحة. يا سلام. وأصدقائنا الرياضيين أكيد إذا بتدخلوا على موقع الأستاذ علي اللي هو علي دياب.com راح تلاقوا هناك موجود فيديو لتوني بوزان, فيديو مصور بيمدح فيه السيد علي وبيحكي عنه أنه جينيوس, وهذا فخر إلنا جميعا سيد علي. يعني أي نجاح, وأنا دائما في برنامجي ببحث عن قصص النجاح, وأول شيء بشكر أي إنسان ناجح عليه هو على نجاحه. يعني إحنا القصة مجرد أنه شخص تعب وحاول وطلع السلم وفشل مرة وفشل مرتين وفشل 10 مرات أو أكثر, ومع ذلك أصر على النجاح ووصل لمرحلة بيعتبرها الكثيرين إنها مرحلة من النجاح المتميز. هذا إشي إحنا نشكره عليه لأنه هو مهد الطريق لكثير آخرين غيره, وإحنا إن شاء الله بنسعى في برنامجنا إنه ننقل هاي الرسالة للأصدقاء جميعا اللي بيطمحوا إنهم ينضموا لعشيرة الرياديين ويكون لهم أثرهم وإضافتهم في هذه الحياة. طبعا سيد علي بتعرف بالحياة الريادية دائما أي شيء بالعالم ببلش من فكرة, بجوز تيجيك الفكرة هاي وانت سايق وانت ماشي وانت نايم تحلم, تيجيك بالحلم تصحى بتحكي وجدتها, بتضوي عندك اللمبة اللي دائما بنشوفها بأفلام الكرتون, ولكن هاي اللمبة مستوحاة من, من, من شيء واقعي, من شيء حقيقي بصير مع كثير من الناجحين. بدنا منك تخبرنا عن لحظة من لحظات وجدتها اللي مريت فيها سيد علي, خبرنا عن هالفكرة, شو الخطوات اللي اتخذتها حتى تحول الفكرة لمنتج فعلي أو لمشروع أو شركة. أحسنت. حقيقة لحظة وجدتها أنا بصفها هي من أنت وصفت باللمبة, وهذه الإضاءة صراحة قادمة من العقل اللاواعي, أي منطقة خيال وليست منطقة منطق, هي خيال بحت, منطقة تسرح أنت في كل ما تملك من مقدرات وتغوص في أعماق العقل اللاواعي لتصل إلى فكرة إذا نضجت خرجت لك على شكل وجدتها أو لمبة مضيئة. لا, برأيي الشخصي لا يمكن أن تأتي هذه الإضاءة أو لحظة وجدتها إلى شخص لا يملك الاستعداد. إذا بتسترجع التاريخ سوف تجد أن كل الذين حصلوا على أفكار عميقة حصلوا عليها من بوابة الخيال وكان لديهم الاستعداد للإلهام. يعني مرورا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلس في الغار جاءه الوحي, يعني مرورا ب نيوتن تحت الشجرة الكل يعتقد أنه جلس وسقطت عليه تفاحة واكتشف الكون, لا, هو كان شخص جاهز لديه من المعرفة والعلم ما يجعله ابن الحالة, يعني عنده استعداد تام للحصول على حالة الإلهام. وقس على ذلك صاحب كلمة وجدتها يوريكا, يوريكا عندما وجد فكرته وهو في بركة السباحة ولم يجدها في المختبر. المفيد في الموضوع أن توني بوزان يقول أن أينشتاين وجد النظرية النسبية وهو ممدد على النجيلة ولم يجدها في المختبر. المقصود من الكلام أن لحظة وجدتها هي حقيقة منطقة خيال بحت, ولكن لابد من وجود استعداد عميق جدا لديك حتى تستطيع أن يأتيك الإلهام. أنا من واقع خبرتي في عالم تدريب جاءتني فكرة والآن أعمل عليها, العمل على ما يسمى جودة التدريب في ظل الآن السوق المزدحم بالجيد وغير جيد. ارتأيت أن يكون لي بصمة خاصة في موضوع جودة التدريب, وأعمل حاليا على تأسيس مؤسسة متخصصة في بناء مفهوم جديد للتدريب معتمد على أساسه على موضوع الجودة وتقديم ما هو نافع للناس وليس ما هو ذو مردود مالي عالي. وإن شاء الله ربنا يقدرنا وأن ترى هذا المشروع بدأ, يعني الآن تصنف هذه المؤسسة من المؤسسات الرائدة على العالم من فضل الله, وهي يشارك فيها العديد من الخبراء والمدربين العالميين مصنفين في المراتب الأولى, والعبد الله واحد من هؤلاء اللي كممثل في المجلس الأعلى لهذه الجمعية العربي الوحيد الموجود فيها. طبعا هذا يشرفني ويضع على عاتقي حمل كثير بأن أنقل إلى
المنطقة العربية بالذات ما يليق فيها وما يرفع من سوية أفرادها بإذن الله. تعرف سيد علي، هون أنا بستوقفني بكلامك، يعني أنا كنت حاب أسألك عادة الفكرة، الفترة الزمنية اللي كانت بين ما إجتك الفكرة وأول أكشن فعلي، أنت أول شيء عملي اتخذته في طريق تحقيق هاي الفكرة. لأنه بتعرف إحنا كثير من الأحيان تيجينا أفكار من ماطل، نحكي يلا بكرة بكرة بعمل، بعد بكرة الأسبوع الجاي، بالأخير الفكرة بتطير يعني هي إذا أنت ما التقطتها. وعشان هيك في أحد الكتب القديمة من تراثنا الأدبي العربي اسمه صيد الخاطر، يعني أنت بدك تصيد الخاطر اللي عندك، بدك تصيد الفكرة. هو دخول الفكرة إلى رأسك هي دليل نضوج، يعني أنت لا تستطيع أن تفكر في شيء كفكرة لامعة برأيك، هي إذا كانت فكرة لامعة فأنت الآن حقيقة تكون قد وصلت بالمقدرة المعرفية والمهارية إلى هذا المستوى من التفكير، فهي في وجهة نظرك جاهزة لتمثيلها على في كواقع حقيقة في السوق. لابد من استشارة من هو مؤتمن، من هو مؤتمن في موضوع الأفكار، يعني حتى تكون صورة هل الفكرة حقيقة ريادية وجديدة وأصيلة، ربما تكون مطبقة بشكل حقيقي في مكان آخر من العالم، ربما تكون مطبقة بشكل مشوه، لكن يجب أن تتأكد أنه لو التقيت بأشخاص وقالوا لك أن الفكرة غير جيدة، لا يعني عليك لا تؤمن بهذا الكلام، فقط خذ منهم هل الفكرة قابلة للتنفيذ، موجودة غير مطبقة، يعني باب توسيع المعرفة. كل واحد بعطيك أكيد من خبرته، يس يعني بجوز ما إذا بحكم على فكرة إنها والله بتطبق أو لا، يمكن يعني يكون على صواب يمكن على خطأ. أحسنت. يعني أكيد كلامه أحسنت. مش دستور أنت تمشي عليه. أحسنت. حقيقة إذا كنت أنت مؤمن فيها، أنا برأيي من ما قرأت ومن طلعت عليهم في التاريخ الإنساني، كل من كان لديه فكرة وآمن فيها إلا يكون له أتباع، يعني في ناس وأنت أدرى يعني عبدوا جميع أشكال المعبودات على وجه الأرض، هو واحد فكر في هذه الفكرة وآمن فيها بشكل كثيف ووجد له أتباع. الآن أي فكرة بيزنس إذا حقيقة كنت مؤمن فيها أنت ومؤمن بأنها قابل للتطبيق، عليك أن تمتلك المهارات اللازمة، لأنه ما يخيفني في موضوع الريادية أنه أن للفكرة نوع من الهالة تفقد الإنسان توازنه بعض الأحيان، فبنزل السوق مباشرة ويبدأ التنفيذ فيها ويظن أنه فقط حصول على الفكرة هو كافي لإنجاح هذه الفكرة. حقيقة الفكرة مثل أو البزنس مثل النبات، بده مي وبده إضاءة وبده، فالفكرة البدائية غير كافي لإنجاح الفكرة ذاتها، بدأ تمويل وبدأ يكون لديك مقدرة على إدارة الأعمال، مقدرة على، لذلك القراءة مهمة، لذلك الاطلاع على تجارب الآخرين مهم، لذلك الصبر على الفكرة وأن تنضج في ثنايا دماغك برضو شيء جميل، وأن تبدأ العمل عليها بحق، يعني أن تضعها على ورق وتبدأ بالتخطيط لها، هذا مباشرة، مجرد أن جاءتك الفكرة ابدأ بالعمل عليها مباشرة، ربما تكون هي التي ستبني عليها كل حياتك فيما بعد ذلك. يس. رائع. وهاي إن شاء الله إحنا بالجزء الثاني من لقائنا اليوم رح نتحدث عن التخطيط وكيفية كتابة الأهداف للعام الجديد. وأنا دائما بحضرني قاعدة تحدث فيها توني روبنز كثير، بحكي لك بمجرد ما أنت تحط هدف لازم خلال 24 ساعة من تحديد هذا الهدف تتخذ أكشن فعلي، خطوة عملية نحو تحقيقه، وإلا الهدف ببلش يطاير من عندك. أحسنت. على أساس أنك أنت وكأنه بتثبت هذا الهدف. أحسنت. حتى تنتقل للمرحلة اللي بعديها. طيب سيد علي، إحنا بعد ما مرينا على محطات مختلفة من مسيرتك الريادية، وأكيد هي مسيرة رائعة جدا ورح تكون إن شاء الله مفيدة لعدد كبير ويعني شباب كثيرين في وطننا العربي من المحيط للخليج، شو الشيء اللي بيحفزك حاليا؟ يعني لو نحكي علي دياب الآن بالوقت الحالي، لشو متحمس؟ What's next؟ إيش أنت في مشروع معين أو فكرة جديدة مقبل عليها؟ يمكن تتفاجأ، المشاريع كثيرة وعادة الرأس مليئة بالأفكار، ما يعني يمكن تحقيقها هنا وفي خارج البلد، يعني في الأردن أو في خارجه، لكن ما يحفزني على العمل حقيقة هو الإنجاز نفسه. أنا شخص محب للأتشيفمنت، محب أن أنجز، واللي يحفزني على أن أنجز هو إصراري على ترك بصمة لي ولأولادي وأحفادي. يعني أنا حاليا أعمل على وضع منهج لمحترفي المبيعات ليكون مدرسة في عالم البيع، وهو خلق منهجية للبيع حسب قيمنا ومبادئنا اللي تربينا عليها وقرأناها في ديننا الحنيف. هذه المدرسة البيعية أرجو أن تنتشر في
جميع الوطن العربي، أظن أنه سوف يكون لها أثر طيب في السوق العربية بإذن الله. رائع جدا، وما أحوجنا لمثل هيك منهاج سيد علي. ودائما فن البيع هو فن يفتقر إليه كثير من الناس، وهو بجوز السبب الرئيسي لفشل كثير من الشباب الرياديين، لأنه ما قدر يبيع فكرته، ما قدر يبيع منتجه. وبالنهاية كل تفاعل بشري بين الناس هي عملية بيع، يعني سواء أنت عم تشتري شغلة من المحل أو عم بتحاور صديق إليك أو بتتفاوض على شيء معين، فبالنهاية في بيع وشراء. حسنت. لو ما في مصاري، يعني حتى لو ما في فلوس انفولت بالموضوع بالضبط. أفكار، نعم. يعني هو السبب البيع حقيقة، هو السبب يمكن أخذه بصورة ثانية، هو السبب الأوحد لنجاح الأفكار والبزنس. من امتلك مهارات، لأنه البيع بيعرفوه هو أي علاقة بين اثنين في حديث معين، حد يكون شخص ببيع الثاني إشي. فعادة الزبون يظن الناس أن الزبون يشتري المنتج أو الخدمة، الزبون يشتري ما تقوله أنت عن الفكرة أو المنتج، ويشتروا الإيمان اللي خلف هذا الكلام. لذلك إذا كنت أنت تريد أن تبيع فكرة، تحدث عنها بشغف، وتحدث عنها بإيمان مع الممول، وتحدث عنها بأنها أنك ترى نجاحها ماء بالماء، عندها زرع يدخل معك شريك ويشوف اللي تحكي عنه. يعني حقيقة هذا أسلوب بيعي صحيح 100% صحيح. طيب سيد علي، وإحنا مستمتعين جدا معك اليوم في حوارنا الجميل، بارك الله فيك، والاستضافة الرائعة في منزلك. وهلأ وصلنا للجولة السريعة، وقبل ما نبلش بالجولة السريعة خلينا نأخذ بريك صغير ومنكمل. في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل، ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. سيد علي، أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. أهلا وسهلا. جولة سريعة إيش فيها؟ ركاض هاي يعني فيها ركاض فكري. أوكي، رائع، جاهزين يا سيدي. الله يسلمك يا رب. سيد علي، الجولة السريعة بكل بساطة إحنا بنسألك أسئلة سريعة. أوكي. بدنا منك إجابات ملهلبة مشتعلة، شو رأيك؟ أوكي، جاهزين، بنحاول على طول. قبل ما تدخل عالم الريادة، شو العائق الأساسي اللي كان مانعك إنك تصير ريادي؟ خوفي من الفشل. واضح، خوف من الفشل. فشل، نعم، الخوف من الفشل يعني أعوذ بالله منه، حاجة مزعجة بشكل رهيب جدا. وبتعتقد أنك أنت تخطيت هالمرحلة حاليا ولا لازال في خوف من الفشل؟ والله مع وقوفي في منصة التدريب لا، تعديته كثير جدا. على فكرة البني آدم خلال فترة حياته بيبدأ يشتغل على بعض المفاهيم التي لديه. أنا بالصدفة قبل فترة بقرأ كتاب، وبعضهيان سطر معين بغير لك مئات السطور اللي قرأتها فيما سبق. هي مفاهيم تتغير. جزء من هذا المفاهيم أنه الخوف هو لاعب أساسي في الحياة حقيقة، وأنت تحدد قيمة دوره. أنا بعلم جيدا أنه شيء صحي للبني آدم يخاف، لكن ما بدك تجعل من دوره أكبر من أن يصبح معيق. بالعكس، الخوف بده يكون محفز للعمل وليس مانع أو معيق للعمل. نعم. طيب سيد علي، احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد أنها ساهمت بنجاحك. حقيقة التفكير الإيجابي، أنا دائما أرى كل جميل في كل شيء، حتى الأشياء السيئة عادة أرى جمالها لأنها تظهر جمال الأشياء الجميلة. يعني أيضا أعرف قيمة نفسي جيدا. بعض الأحيان البني آدم بيجي مدح من هون أو ذم من هون، حقيقة لا يؤثر. إذا بنيت أنت قيمة، أنت صنعت صناعة، فالمرآة نفسي. والتفكير الإيجابي، أنا عادة أصحى كل صباح أحمد الله أني ما زلت على قيد الحياة، وأن من أحبهم على قيد الحياة، وبعد ذلك كل شيء بهون بعد هيك صراحة. يس. رائع. وانت هون ذكرتني بمقولة لأنتوني روبنز مرة أخرى، بيحكي لك every day above ground is a good day. It is. Yes. أحسنت. كل يوم بتصحى بتلاقي حالك في فوق الأرض، بمعنى أنك عايش، معناته هذا يوم رائع، وأشكر رب العالمين عليه، وانطلق وأدي رسالتك في هذا اليوم. أنا لا أعلم، بعض أحيان بلتقي بأشخاص حقيقة ليس من باب النقد، لكن باب بس إضاءة فكرة. تجد أشخاص متذمرين من العمل، متذمرين من الدراسة، أو أن لديه جامعة. يعني مجرد المنحة أنك عقيد الحياة، هذه تعد شيء عظيم جدا يعني، وبعد ذلك كل شيء يهون.
طيب سيد علي، خبرنا كيف بتبلش يومك وشو بتعمل خلال أول ساعة أو ساعتين من لما تصحى من اليوم؟ هل في عندك طقوس معينة، عادات معينة بتحب تعملها صباحا؟ ويعني أعطينا فكرة عن اليوم التيبيكال، اليوم الاعتيادي بحياة السيد علي دياب. وأنا لاحظت مؤخرا أن يومي مليء بالعمل حقيقة، وهذا يعني بأثر على أهل البيت وبأثر على الأصدقاء من حولك. أنا شبه مدمن أعمال، فممكن بعد صلاة الفجر بصحى بلعب شوية رياضة هيك ركض حوالين البيت أو وثم أبدأ إميدت بالعمل بالجلوس على الجهاز. بعدين لا يستوقفني إلا الخروج للصلاة ثم العودة، بكتشف أنه الساعة صارت 9 أو 7 بالليل أو في خلل، ربما في خلل عندي في بناء اليوم، انه لابد من ان اعيد التوازن الى حياتي. يس. طيب شو اهم نصيحه تلقيتها في حياتك؟ حقيقه اهم نصيحه انه اكون مسؤول عن حياتي، اخذ مسؤوليه حياتي، وهذه المسؤوليه عاده هي الانتقال من مرحله الطفوله لمرحله النضوج. البني ادم اذا تولى قيادة حياته بنفسه شغلة مش سهلة يعني صراحة. فأهم نصيحة إلي أن تأخذ كتابك بيمينك. نعم. لما تسمع كلمة ناجح، مين هو أول شخص بخطر على بالك؟ والله بتتفاجأ، النجاح أنواع. في ناس ترى عندهم يعني نجاحهم وهدفهم في الحياة إسقاط الآخرين، وعادة هذول ناجحين بفشل ذريع، يعني يكون من كل 10 أشخاص بسقط له 9، وهذا هدفه، هذا محترف. محترف يس، وهو ناجح لكن ناجح في تفشيل الآخرين حقيقة. لا، ما عندما يخطر على بالي شخص ناجح وباخذه أز تمبلت يعني موديل أو منتور للنجاح حقيقة، أجد في رواية قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما هو مؤشر للنجاح، بداية من أن عادوا أهله ويتيم ثم صنع مجد ورسالة للعالم أجمع، قصة تروى حقيقة. نعم. رائع. وهنا يعني بتذكر دكتور إبراهيم الفقي الله يرحمه، لما كان يحكي دائما أن العقل البشري لا يعرف إلا النجاح. فإما أنت بتكون ناجح في النجاح بطريق أهدافك وطموحاتك، أو أنت بتختار الفشل في عقلك لأنه ما بيعرف إلا النجاح بخليك ناجح في الفشل، بتصير فاشل مبدع وفاشل متميز. أحسنت الله يرحمه. أحسنت. طيب سيد علي، هل في كتاب محدد أثر في حياتك وساعدك على النجاح بتنصح فيه عشيرة الريادية؟ الكتب كثيرة حقيقة المؤثرة، لكن فيما يخص الرياديين وككتاب كبداية يعني بشكل لك نقل نوعي في طريقتك في التفكير، وهو حقيقة ما نبحث عنه، وهو صناعة طريقة للتفكير، كتاب اسمه It's not good how you are, it's how good you want to be. هذا الكتاب قرأته في بداية مشواري في الريادي، وتفاجأت أنه فيه من الأسرار اللطيفة اللي بتضع لك مرآة جيدة للمضي قدما نحو هدفك، يعني بتضع لك نظارة، بتلبس نظارة يعني بتمشي فيها في الحياة بكل تحدي. رائع جدا. وهنا يعني سيد علي معناته مش مهم انت وين، المهم انت وين رايح، وهنا احنا بنركز على اتجاهك في الحياة وعلى مسيرتك في طريق تحقيقك لأهدافك وطموحاتك. أكيد أصدقائي الرياديين في كل مكان، الرابط لهذا الكتاب وروابط لكل الأشخاص والكتب والأمور الهامة اللي ذكرناها اليوم في مقابلتنا راح تكون موجودة بالصفحة الخاصة بهاي المقابلة على www.saedyunus.com. وطبعا لكل المشتركين معنا في iTunes وبرامج البودكاست على الأندرويد راح تلاقوها أيضا موجودة بالفيد تبعت كل هاي البرامج. سيد علي، أنت بعد مسيرتك الريادية ومريت بمحطات مختلفة، الآن صارت عندك نظرة مختلفة للأمور أو نظرة معينة كيف أنت ممكن تعمل فيها شغلات ممكن أخطأت فيها سابقا، أو أمور كان يفترض أنك تعملها ولكن لسبب أو لآخر ما عملتها. فلو حكينا أنه اليوم علي دياب بده يرجع يبلش من الصفر، شو أهم شيء بتعمله أو شو هي أول الخطوات اللي بتقوم فيها؟ لو بدي أرجع من الصفر حقيقة، السؤال جميل. برجع بركز على القراءة أكثر، لأنه عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب البشرية عن طريق سيدنا جبريل وسيدنا محمد اختار كلمة ورفعها فوق كل الكلمات فقال اقرأ، بدأ كتابه بإقرأ. القراءة مهمة جدا، لو تحدثنا عنها ساعات وساعات لنعطيها حقها. لذلك برفع دور القراءة في المعدل الزمني في حياتي، زائدا أنه حقيقة سوف أعمل أكثر على موضوع التوازن في حياتي ما بين الحياة العملية والحياة الخاصة.
بعد مرور هذا العمر من العمل وجدت أنه في بعض اللحظات الجميلة من حياتي قد سرقت، وذلك بسبب التركيز على الأعمال. لا برجع بعيد التوازن مرة أخرى، نعم، أما لن أغير في حياتي ولو حجر صغير، حتى الأشخاص السلبيين سوف أضعهم يعني دائما إلى جواري لأنهم حقيقة محفزين لأن تكون إنسان أفضل. لن أغير أي شيء في حياتي نهائيا سوى التركيز على هذول النقطتين. نعم، لما نطلع على الماضي أحيانا ممكن نندم على بعض الأمور اللي عملناها، وخلي في بالنا دائما أنه أي قرار اتخذناه في لحظة معينة اتخذناه بناء على أفضل ما عندنا من معلومات وأفضل ما عندنا من إمكانات. أحسن. أكيد إحنا اليوم أفضل وعندنا معرفة أكثر وعندنا مهارات أكثر، فبنطلع على هاي الأمور وبنحكي أكيد يعني بجوز لو غيرت هيك لو عملت هيك، بس يعني دائما هاي القرارات اتخذت في لحظتها بأفضل ما لديك، فما تزعل منها، بالعكس استفيد منها. أحسنت. واعتبر الماضي مدرسة. مدرسة بالضبط سيد علي، إنك إحنا بتتعلم منها. أحسنت. وبتستفيد منها. نعم سيد علي، ورحلة رائعة وأنا كثير مستمتع بحديثنا معك اليوم. أنا بالأكثر. ولقاء أكثر من رائع مع سيد علي خبير المبيعات والمدرب الدولي والعالمي، وبدنا منك نصيحة نهائية بتحب نختم فيها لقائنا اليوم بتوجهها لأصدقائنا من عشيرة الرياديين. يعني هو حقيقة في كل مرحلة عمرية الإنسان يمر في نوع من النضج. المرحلة اللي أنا فيها الآن فوق 40 عام، أعتقد أنه في أي عمل أن تقوم فيه تذكر دائما بأنك مسؤول، والمسؤول يعني وجود سائل، والسائل هو الله. وفكر كيف أن الله سوف يسأل وهو يعلم ما تخفي الصدور. إذن فكر قليلا ورتب أوراقك وحضر إجاباتك. من الآن سوف تبني بعض القرارات وبعض الأفعال ستتخذ الآن، لكن تذكر دائما بأنك سوف تسأل عنها. لذلك ابنيها من الآن بأن يكون لديك الإجابة الصحيحة، بمعنى أن تكون قراراتك جميعها مبنية حول القيم دائما وأبدا. نعم. وأصدقائنا هاي رسالة بوجهها لكم السيد علي دياب عن طريق برنامج ريادة من بلادي. ذكروا دائما أنكم مسؤولين. مسؤول مش يعني أخبي حالي وما أعمل إشي جديد، بالعكس مسؤول دائما أخلي إقبال، يعني أخلي في بالي أنه أي عمل بقوم فيه أنا مسؤول عنه. بعدين بالنهاية أنت أي شيء بتعمله محسوب من عمرك ومحسوب من صحتك ومن جهدك، فحاول دائما تخلي الأمور اللي بتعملها بها الحياة أمور ذات قيمة وبتساعدك على تحقيق أهداف وطموحاتك. سيد علي كل الشكر لك على وجودك معنا اليوم، وإحنا انبسطنا كثير بالحوار الرائع والخبرة المتميزة اللي حصلناها من حضرتك، وحابين نتعرف على أفضل طريقة كيف نقدر نتواصل فيها معك وأصدقائنا الرياديين، كيف بيقدروا يكونوا على تواصل مع المدرب العربي العالمي الرائع علي دياب. كل الشكر أخ سيد، حقيقة أنا بتوجه بالشكر لشخصك الكريم وللمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكن الإخوان أنهم يراسلوني من خلالك، من خلال برنامج ريادة من بلادي أو من الصفحة الخاصة فيك. لكن إن رغبوا في الاتصال المباشر في عندي موقع اللي هو www.alidiab.com، يمكن المراسلة من خلاله أو من خلال الفيسبوك علي دياب، ونكون دائما جاهزين للرد والتفاعل مع الإخوان دائما. وإحنا منشجعكم أصدقائي الرياديين دائما تتواصلوا مع الناجحين الرائعين في بلادنا وتستفيدوا من خبراتهم وتستفيدوا من النصائح اللي ممكن يقدموا لكم إياها في مسيرتكم في الحياة. وطبعا اليوم زي ما خبرناكم احنا عندنا حلقة خاصة جدا، واكيد السيد علي حاب يقدم هدية خاصة لأكثر المتفاعلين معنا في برنامج ريادة من بلادي وللمستمعين الرائعين اللي دائما على تواصل مستمر معنا واللي هم اصلا ساهموا في حصول برنامج ريادة من بلادي على ريتينج في اي تيونز على مستوى العالم. فعشان هيك احنا حابين نعطيكم هدية صغيرة من برنامج ريادة من بلادي في بداية هذا العام. بدي أترك السيد علي يحكي لكم شوي عنها، وبعد هيك رح أخبركم شو هي الطريقة اللي تحصلوا فيها على هاي الهدية. طيب كل الشكر. أنا حقيقة يعني جزء من الشكر والعرفان لقدومك ولشخصك الكريم وللمستمعين الكرام لبرنامج ريادة من برادي،
سأقدم يعني هدية متواضعة لعشر أشخاص. أول عشر أشخاص لهم مقاعد مجانية للدخول في البرنامج الأكثر شهرة في عالم البيع والمسمى بـ How to Sell Like a Pro. برنامج حقيقة قيمة المقعد فيه ما يعادل 500 دينار، والشهادة أيضا تعادل ما يقارب حوالي 200 دولار. هذه كلها سوف يحصل عليها الشخص اللي بوافق الشروط أو الكرايتيريا اللي بتضعها حضرتك، ويحصل عليها مجانا لعشر أشخاص. فبكون سعيد جدا بتقديم هذه الهدية لمستمعينك الكرام. رائع، وأكيد أنت غمتنا بلطفك سيد علي، وهذا أوفر رائع جدا. وبدنا منكم الآن تنطلقوا أصدقاء الرياديين حتى تحصلوا على هذا الأوفر، وإحنا ما رح نصعب الموضوع عليكم. الموضوع سهل كثير، كل المطلوب منك أنه هذه المقابلة تشاركها مع ثلاثة من أصدقائك. لما تدخل أنت على الموقع www.saedyunus.com راح تلاقي رابط لهاي المقابلة، لصفحة خاصة بهاي المقابلة. تدخل على هاي الصفحة وبتبعث المقابلة أو بتبعث اللينك أو بتعملها شير على الإيميل مع ثلاثة من أصدقائك اللي بتحس فعلا أنهم راح يستفيدوا منها، وفيها معلومات راح تكون قيمة بالنسبة لهم. ممكن هم في فترة من حياتهم بأمس الحاجة لدفعة معنوية، ممكن بعض المعلومات هنا هم بأمس الحاجة أنهم يسمعوها. فكل المطلوب منك عزيزي الريادي تبعث هاي الحلقة بالإيميل لثلاثة من أصدقائك، وبتعمل لي أنا CC بالإيميل اللي هو الإيميل saed@saedyunus.com. احنا راح نحطه إن شاء الله بنهاية الصفحة الخاصة بهاي المقابلة. وأول عشر أشخاص بيبعثوا هذه المقابلة لثلاثة من أصدقائهم راح يحصلوا على المقعد المجاني في أول دورة راح يعقدها سيد علي دياب في الأردن. طبعا اتذكروا أنه هذه الدورة قيمتها 500 دينار، والشهادة قيمتها 200 دولار. فإحنا عم نحكي عن قيمة إجمالية اللي هي تقريبا 650 دينار أردني. هذه بنقدم لك إياها مجانا في العام الجديد كهدية وعرفان ودعم لكم في مسيرتكم ريادية. سيد علي، عرض رائع، وإحنا إن شاء الله ندعو جميع المستمعين أنهم يتواصلوا معنا. أكيد إن شاء الله إحنا مكملين معك بالجزء الثاني من حلقتنا اليوم إن شاء الله. يعني هاي الحلقة بتنزل إن شاء الله بعد فترة معينة، إن شاء الله على بداية السنة الجديدة. رح نتحدث فيها عن أساسيات ومهارات التخطيط للعام الجديد، وكيف نخلي 2015 أحلى وأروع وأجمل عام مر علينا في حياتنا. أكيد باستخدام التقنيات التدريبية المتميزة اللي رح يشاركها معنا السيد علي دياب. خليكم معنا على السمع أصدقاء الرياديين، نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح برحلتكم الريادية، وتأكدوا أنه الآن صار وقت أنك تطلع على العالم وتحقق إنجازات عظيمة، وتخلي دائما المقولة في بالك أنه أفضل وقت لزراعة شجرة كان قبل 20 سنة، ولكن ثاني أفضل وقت هو اليوم. خلينا اليوم نطلع ونزرع شجر الخير في كل مكان. بحييكم جميعا وين ما كنتوا، وبتمنى لكم نهار سعيد أو مساء سعيد اعتمادا على الوقت اللي بتسمع فيه هاي المقابلة. وكل الشكر لك سيد علي دياب على وجودك معنا اليوم. الله يسلمك ويعطيك العافية. الله يعطيك العافية، كل الشكر. شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyunus.com/riyadi, ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة. رحلتكم الريادية بتنتظركم، خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكرا لاستماعكم ودعمكم. بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.